يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيك تاي وعين كجرنا يفصل كل حد في بداية السبق وقدره وترتيبه مرنوا أسبابها نفله كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرنا يفصل كل حد في بداية السبق وقدره وترتيبه سيبا وحين كجر الراع الشديك وعلى علنتي وعلى شيخ رحمه الله تعالى وينبغي وححبون أن لا يعتاد إنا نكعاد لغن المخافات تهوص لغيت في التكرار حقك وعلى علنتي الراع الشديك لأن الدرس درس يا آخرينتا والتكرار يكو العلين ينبغي وحابون أن يكون بقوة ونشاط إني أود يفرفعون النقضان ولا يجهر لنا جهر ما يجهر يجد نفسه كل قادين نفدي صلبتا كلا ينقطع عن التكرار سيأن يكو العلين يرى عشد أنوغوين فخير الأمور أرمها وحاوغو خير بدن أوسطها وغدح دحايا أي أرهمها أو خير بضن وحشاق الله رحمه الله تعالى أرني المسرك لأنه الشيخ يا يو وحوليه وينبغي وحابون أن لا يعتاد إنا نكعاد لغن كعاد يرن المخافطة تهوص لغد مركو رهاعان أيو انتو الشبه لها دوني شعين ساومر أيو وقلب يونو كأخر أيو إنا نكعاد لغن في التكرار يا حق يا درس يكو على العلين تيسا إلى مركا كبركو صورة عنا يوم أنا مركا هو صديقك عادة ليان لأن الدرس درس يا آخرين ده يا دقيدة والتكرار يكو على العلين تو ينبغي وحابون أن يكون بقوة ونشاط إلى النقدان قوة يأود نشاط يفرفرعون إلى النقطه تنا مركا دي فرفرعوني دي ويكسور جدايو يعني وحي تسيري سادال هي وحس أي تسيري صعب هدنا وعي لتا هدنا ولا يجهر جهرا وين لا جهر خرقات يجد نفسه ونفتي صلبة دي قيلان الله مباهنا مركع عنه كوع الدادو أدبت نفتي سيو كلبو كي لا ينقطع عن التكرار سانو دي وغاقين راعشدي إلا هدو نفتي سي مركع الراديو أو قيليانا تاسينا مركا وحي كان يسا دينو راعشة دي بكاقو فخير الأمور أرمها وحاوكو خير بدن أوسطها كاوكو دحيا أياوكو خير بدن أريد لخير الأمور أوسطها وحديث وحوريني يا إمام البيهقي أيا سنن الكبرى يا شعب الإيمان كما قصوا صاري الخطيب البغدادي بها جامعي سقصوا صاري ابن سعد بها طبقاتك ابن أبي شيبة ابن جرير في التفسير ابن أبي حاتم خير الأمور أوسطها أي لما أنت صوت صارين وحيا حيث قل يا رئيسو سارين ما خوي أما ما رسولك إلهي وحسوك لما دارين لما دارين دور قرين بين أمرين إلا وحو دورين مرها كفضد أمر بين أمرين وخير الأمور أوسطها أما أرن لما أرن موضو دحايا أرن مهنا كوغو دحايا أيو خير بدا سداس أيو مركاها حديث لكن وضعيف الشيخ الباني مركا ضعيف هذا سيو ضعيفها وكو ضعيفي سداس أنا يعني ددك أنو سوكا نيا هينو مركو راعان أيو سيكو جيت كا كيلي جيفر ديا
ايوه يعني سيدي وبقول قف اخر يوكر ايام مرك لو مقلي جرو راعن جري بركاسا مسام عمر غدرتا وحلو اخر سريو ايا صلاه كوب يتوي مريو دياش صلاه ان وسو غليا اي سو غلان ين كلي اسك راعن يو اخر يي اسك دغيسن جري مركي سو غلان مركي دغه حدلي و اخر يي اسك دغيسن جري ما اركيه مركي اسغ لكن عشرغي سر كو مقيو راعنيا و هو كيا وعلى شيء أن أبا يوسف رحمه الله كان يذاكر الفقه مع الفقهاء فقه أيوه لم ذاكرين لا أغرسين يفقه هذا بقوة ونشاط وكان سيره السادقين وحا عنده وقت سيتعجب من أمر أيوه ليابي ويقول حري أنا أعلم وحنو أنه جائع منذ 5 أيام شن ما الماضي وقاك إسلام ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط حدنا أبوذي فرفعوني أيوه مركع كم مناظرون يوك وآخرين أيام وعليه حقيقة واحد الشيء أن أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم شيخ أبو يوسف صاحب أبو حنيفة كان يذاكر الفقه مع الفقهاء فقه يوحو لم ذاكرون يولا أغرسرية وذاكرسرية فقه هذه بقوة ونشاط قوة النشاط يفرع رسالة مكة طالب علمي قال له قبه هي وكان سيره يعني سيري قوها اللي قوها ذاكين اندي سيقام صدق قوها اما ولا شيء قبل سيدي قوها مذكا سوا ونغن كرايا عنده وقتي سيتعجب وحن ليابجري في امري ارندي سأيو اذو ليابجري ويقولوا عرجري انا اعلم وحن انه جايعلون قاجي سي منذ 5 أيام شن ما المدل الا هدا انه قاجي سي ونوحن في عنانعن ومع ذلك هدنا يناظر بقوة ونشاط هذا هو مركا كو اخرين ايا دي قوية نشاط بوداني مركا سيدا سألو باهاية يعني يوسف نواتين صوت الماني دي مركي دنبي وكي مناسب دي سرقاري لكن حين لقا هورا دي سي علماء دي بديو دوضا هايين دي فقري ايا باهي ايو مركا وحكو سوكر ابو حنيفة وعسيسين شريم وينبغي وحبون الله يكون لطالب العلم طالب العلم اينا نسرى فترة كالقويد فإنها آفته علمي آفذي سوي علمي آفذي سوي وكان أستاذنا الشيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقول مثل هذا إنما فقت وحن مركا كأخر نقضي على شركائي بأني لم تقع لي الفترة في التحصيل أني أوح فترة يكال قعه حق تحصيلك إيما يحصلين وعشيق الله يوكل وينبغي قفك طالب علمي وحا وحبون أن لا يكون لطالب علمي فترة فترة يكل قعد وتحير إيا ورير إن أنا مركا أسقنان نزا غربا مركا قدر إيا فترة وتحير إيا ورير إن أنا مركا إيا إضراب مركا إنا نورن كيسو إيا لنن فإنها آفة فترة يك هلا قاس وآب تحصيل هي علمي مرجع قفقة إسكهور الساقي سام ويا مددنا وحكر رسلنا ها يا خده بحيسا وحي هراء وساكر رصدينا وحكل ما بين نقنيا ده تنين هدر الدبون وحقب برابع أي نقنيا وكان أستاذنا وح أبو لي الشيخ يجي برهان الدين برهان الدين مركا هاي مركا صاحب الهداية وانك او قبا دون مركا وحكا صور نقليو ديوانك مركا لشيكي يا والله الى تلميذ صاحب الهداية والله الى هذا وشيخنا كتابك هداية وعام كنو صاحب الهداية الله الى استقر مركا لشيكي تلميذ صاحب الهداية الله الى اردي صاحب الهداية يقولوا على جلي انما غلبت وحن كي غالب نقضي شركائي شركائي وحن كي غالب نقضي أنا فقت عن مرقى كخور نقضي على شركائي بأني لم تقع لي الفترة وفترة يكهل قائدي إيه ما حصل الفترة والدراب في التحصيل في زمن التحصيل هل جاء محصلين إيه فترة يكهل قائد يا إدراب يا مرقى إسمرين برمرقى يقوم أي إيمانين سيد رياد بها علم متواصل عن كهرة وكان يحكي عن شيخ الإسلام الإسبيجاني رحمه الله وحكي الشيخ يجري أنه وقع له في زمان تحصيله وتعلمه فترة 12 سنة شيخ حلقي وحا تحصيله يبرنا إيه أيها فترة يكهل لبا إيه طبان سنة دوضة أيها كود عايبين قلاب الملك
بقر كيبا مرغي الله ينقرابه يو يعني ضدك المسلمين دانا حلي هذا الضرابات فربضان أهياء صوم مرأي ماشي مرقا ايده جوجين اي وحو حسي وحب والله صلاه جيره فخرج هو مع شريكي سغي رفيقي سباب في المناظره اي يبحين ولم يترك كميته المناظره ضدي وحي سويدارسي يجلسان هنا وفلسان كل يوم كميته يجلسان كل يوم للمناظره من فلسطين ولم يترك كميته الجلوس للمناظره إذنتي عشرة سنة لم يطمن سرد فسار الشريك شيخ الإسلام للشافعيين أي النقضي وكان هو شافعيا شافعي أيان وحا وعب شيخ الله يهي وكان يحكي برهان الدين صاحب الهداية أي وكور رمي الشري عن شيخ الإسلام الإسبينجاني إسبينجاني إسبينجان وحل إلى شيخ علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الإسبينجاني السمرقندي شيخ الإسلام نووي ولنجرين سمعاني بأوعو لوقت قيسى ما وراء النهر يعني مذهب أبو حنيفة عيد كتغاني مجرين أصحاب ربضان أيولها عمر قيسى نووه كل إرادة علمي فافين ديسى وحنو لين دي شنبق وصدر يشنتي أيو هلكا سمرقند كودنت سمنجان مركا وا مدينه مغالوينجا حقا برغا خيلغا او غفوغا او ليدي مركا دولكا سين اما جينها اما ميلو دو ايي اهيد مغالده لون اسمينيا شيخ اسا و هو كشي انه وقع له في زمان تحصيله خيلغا وعلمي حاصلينيه وتعلمي برشديسا فتره اثنتي عشرة سنه فترة يكرا قول لبا إيا طبان سندودا بانقلاب الملك بقر كلي أو انقلاب خد عاي أو مركة العشرة ميت كلام ياشي وريصي إيا انقلابات كي خد عاي درت يدبا مركة أرقب الله صلاة شيرا قار ولا لبا مركة قار قدس لين ييو قم ديسو جوك سنة يي مركة انقلاب خاصة دعاي فخرج هو مع شريكه في المناظرة إساقا إيا شريكي سوح يفلسين في المناظرة مناظرة أي يفلسين إيا ضد إيا وحسو إدارنتي وحسو إدارسي وكان يجلسان في المناظرة بيفلسين كل يوم مالكها ولم يتركا الجلوس للمناظرة ضد أفلسي هذا إثنتي عشرة سنة كميتين فصار شريكه كي شريكي ساوح النقضي شيخ الإسلام الشافعيين يعني نيكا مفديك أقوها إيه وحل قوي دي الشافعية اللي قد يدو النقضي وهو شريكي سرك كان الشافعية شافعي بوها إسنا حنفي بوها ساري وحكوة دا براني يريكوة دا السعودين قحو انت يدي مركي اي دعين اي مثلا ميلحان اي كاد عين اما دي صوالي ابا اي كاد عين دي ددكي وحبران اي اي قارن السوقو دا اسكالين dadka de halkii ay tageen kuwii markaade wax ka sii siyaasay cilmigiisa ayayna kuwa wax la soo noqday bay noqdeen in badan man garanayo deen wax xiray markii qaxitaan iyo dagaaladii ay dhaceen de markaa dadkooda iska raacayo aan kitaab dib u kala bixinin de dadna ilaahay wuxuu ku arsaaqay ilaahay baa ku mahadlay inay wixii sii hayaan oo aan ifra ka qaadin wa kana ustaadhuna sheekh alqaadi alimam fakhrul islam qaadi khan yaqulu mid ilaahada buuha yanbaghi lilmutafaqqihi كافي غبرن وحب ان يحفظ كتابا واحدا كتاب كل يحفظ من كتب الفقه دائما سجوكتا ليتيسر له سوء قفض هذا حفظ ما يسمع من الفقه وها مقرا يا فقه سوء قفض هذا قبشديس تاس ايا وراكسن فني والبنوي وراكسن يا قفقو كتبت النظم يا ان وحكا قبطو فقه الزبد كوكرا هدو كقبطو اما النظم يا بشاع وكرا هدو كقبطو أما يعني دي تعرير وتنقيح اللباب كوكرا هدو تيسير كمركا قبطو هدو مركا كوان أصول بدول ما هدو حكا قبطو وحوسها لنا أيي نقول يسوي مركا سوى مسألة ويديبة ومركا صدريريو مركا وعلي وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خان هرين وصوا مرة يقول مدير ينبغي للمتفقه قفك الدوانة يوحى وهبر إنه علم الفقه حسي اليوم أن يحفظ نسخة واحدة من نسخ الفقه دائما سيتشوكتها
فيتيسر له بعد ذلك وحفظ داري حفظ ما سمع حفظ ما يسمع وهم قرئ حفظين دي سو من الفقه فقيه. الفصل السابع فصل كتضباد وفي التوكل وتوكل كي يترى صار الشديد وقفق مرقى طالب العلم علم دون وديسة الرمح مرقى دي رزقي سي مسارف دي سي الرمحي سعودن إنو مرقى إلهي يترى صارتو وعلي ثم ينتا كدم لا بدوح لك مرمان لطالب العلم من التوكل إنو ترى صارت في طلب العلم علم دون ديسة ولا يهتم لأمر رزق أرك رزق يا أنو كهمين ولا يشغل ولا يشغل قلبه بذلك وقلب جيسنا أنو كم مشغول إن أرنتا. روى أبو حنيفة أبو حنيفة وعوري عن عبد الله بن حسن الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه كي يعني فقه فقه يعني برطة في دين الله إلهي دين ديسا قفق مركة دي مديقا نو فقه كل نقضة كفاه الله تعالى إلهي بخافرية هم وهم جيسا ورزقه إلهي وحكا زقيا من حيث لا يحتسب ملء نكم ريسانين. فإن من يشغل قلبه ككم مشغول ما قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة ككم مشغول قل ما يتفرق وحير انتو فارقه لتحصيل مكارم الأخلاق أخلاق ذات هذا ولا سمح سنين هذا ومعالي الأمور هي أرمها كوضة صرع. وحشاق الله رحمه الله تعالى ثم لا بد وحلق مارمان لطالب العلم علم يكيدون يي من التوكل إنه ترصرت في طلب العلم علم يدون ديسا ولا يهتم وآن مركا اهتمام إيو يعني كهميد صمينين لأمر الرزق أرك رزق ولا يشغل أنكم كما ولا يشغل قلبه أن بذلك كاكم مشغول رزق حسن انتي إن أنكم مشغولين. سيدة درات ديت بادت كيدة طلبة العلم هاي إنكبا يعني دول كينني منطقة دينن هل كي علم لغو الشيغو أي يحرين جرين أي تيجي جرين دبتنا هلقا سي معلمين كانوا قرئين أما بدت كان محسنين إلى غير كسي أي أمريكا مساريد وسيني أما خير يلبا أي هلا ين أي وحدي كانوا دبتنا أي هل كان الملموت كذا خلاص سبحان حد أي هلا لبده هذا وقتي وحي عنانا وح كلامي رنجر علم قسمي كم مشغول سنين شرين يعني عدة سان كتشلانة تشلين بالورين شرين مركا خير كاسانو كتشلانة أما عدة سان يجي شيء بالورين شرين. روى أبو حنيفة أبو حنيفة وحو ولي رحمه الله العبد عن عبد الله بن حصن الزبيدي يعني ساسا نصحين كان عضي وخطأ لكن صوابك وحوية عبد الله بن حارث بن جزي الزبيدي ونين صحابية نكاس أيوكورين يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول كإلهيها وعن لي من تفقه كمرجع فهمه في دين الله إلهي دين دي سقفك فهمه علمك نقضى أحكام ده شرعك كفاه الله همه إلهي بأهم جيس كقافره ورزقه من حيث لا يحتسب ميل أن أكمل يسرهننا إلهي بأكارزاقية. حديث جاني وحل قلت المامين إنه يهي ضعيف جدا إنه يهي أي الله قلت المام حاكم با مرقى تاريخ نيسابور قصو صاري مسلمتك اما كتبت ملا كتبت ابو حنيفة لقو سور ريينا وايضنا واللقو شاقي ارين داسنا وحاي دي كمو قريسا ابو حنيفة انو تابعي يحي او لقو المي ننك سحابي هو وحكو ريين وانا ابو حنيفة ما تابعي ما سماها وما سركلو امورا كيدا ليه يعني هذا من بعض الشيء دي سيد مساعد يا مركاينو دي سحابي جاني ومركا مثلا رجل قد ما يحقا دي ما شضيو أنس بن مالكيو إنو أركيو وحكوريي
طارقودني أيام مركا لويدي أبو حنيفة أنس محكم مغرين أنس كمو مقل بويل أحد من الصحابة ركما مقل ما رأى أنس أحد صحابة كم دين كم ورينين سادة ردي دوان مركا إن أنا مركا ونقونا هين صحابي ذهبي باي تابع باني ساسا ذهبي نمركا سيركا وعو كل يوحو الشاكتا إذا معرفة هيني أن إمام أبا حنيفة لقيه وسمع منه عبد الله بن حارث كان إنه وحكم مغري أو لكل ما أي شيكتين وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب نين مركبين اللي قلتوا ما يسمى الرواية أي تاسكتهم لعل أبا حنيفة وحققات عبد الله بن حارث الزبيدي الكوفي أحد التابعين نكروا تابعين وما قعاره أي وحققات أما الصحابي فلم يره أبدا مو أركم بوجه sida sa markay ay u dhaadeen masugna oo abu hanifa marka ma arkin yaani sahabiga laba kulmin hadithiga marka wajoodiisa oo dhan yaani kama ansixin wa hadithiga marka muqtaca mu'dalka ayu marka noqonayaa mudhaifun jiddan wa lagu sifay laakin macnaheedu hande qofka ilaahay ka cabsada ee ilaahay diindiisa fahma وحويه ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا ويرزق يعني ويرزق من حيث لا يحتسب وحي الهي كارزاق يا ميل ان كمل يسرين تاو غدان وسوغليا فان من اشتغل قلبه كوكو مشغول بامر الرزق اريد رزق من القوت والكسوه قل ما يتفرق وحيران يسين توفارقه لتحصيل مكارم الاخلاق أخلاق ده مركا تيدا وناكسا ومعالي الأمور يأرما كوه ده صاري انتو مركا حسنين ده أقع عنه لا أيام مركا يران إيسا قاعد جاية فقري ونها دير له هرديكو ده وحو راتان يا وحو علي الله يوحو عوني لها ده تحاين كلبه وچه سن مايو قيل وحالي دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت طاعم الكاسي وقيل وحالي يلي دعي المكارم إسكاقاتك وحا مكارم دي وراجيالك لا ترحل هاو صفر لبغيتي أدوني ديدا وقعود إسكافريسو فإنك أدوك أنت طاعم الكاسي أنت أدوك ذو ذو طعام وكسوة وحا تيميد عنتو إيا أرهد بيلو صاحبك المطعوم المكسو وحتى كمرقى للراشمي إلا أرهد بيل تيري إسكفري سهل كا بيت كني وحكا ترسي هاي قصيدو حطايا أنيكي لورن شري وكو عايي زبرقان بن بدر سحابي لورن شري أيو كو عايي حطايا شاعر آذو حنبوها وانيغا نفدي سعاي تقابون ومدوها يو أسل كذا وحطا وانجير تير بالي لو ساسا لوقو بحيا مقع انجير دي ردوية برخانين أفحون 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 بوها نفدي سوعاي هو يدي وعاي أبيه وعاي حاسكي سوعاي أذي ردي المادر ردي ودعاي قابا يبو الضبط ودقبطي مرخانين كنا سحابي كنا intu ba hagaajiyay waan jecelay inaan idin soo saaray waqti baan jeelis baan weeyinan idin soo saaray hadii la wadin soo saar doona saa waqdan iyo wuxu dadkaas oo dhan ku yidhi wuxu ku wada saynay oo dhan waxaan igani soo hagaajiyay ba dadkan iyo goolana dad waxa jiray isku afka xoog laho deesaynu gabayageena ma ku arkay dhaqaaran cidiba ka bixin cid midaafday ba aru jiray aabihi gabayageena waxaan ku aanay mid aabihi wax ka sheegay oo yaani reerbtigi wax ka sheegay oo qabaail ko dhan wada jiray oo wada maray ayeen ku arkayna saasoo kale waha ninkan intu agaajiyo laga la baxay oo debrimeed laga dhigto oo xogey lagu shubtay ayuu dabeetana ninkan digada ka dhigay dabeetana xilliga Cumar bin Khadaab ay haydo Cumar bin Khadaab uga ashtakooday de cilmi kaarim la tarxali buqiyati aw ud fayinka anta daa'imul kaasi marka suul di aanu halka ay iga muuqato de wax walba cid baa u cilmi raayim ka gabay hadii la mariyo gabayaa un ba garan kara gabayga waxa ku jiray waxa qarsoon iyo waxa ku jiray xasan ibn faabid uu yeelay buuri
وارقابين كم ربوري نقصاس يقولوا كعبلا ياي إسكت داعية بل سحر عليه وقص حرودي من رسول الله هيركو جارسيي يعني وقص حرودي من نكري إن معنا إسكت فديو دعيل مكارم إسكت وح مكارم ديو ورجال كا إسكت لا ترحل بغيتي هور رنن و هو صبرين هذين تير أهلو متيد بليم مكارم يوريني أهلو متيد ورحل كاكا إسكبر إيسو أنت طاعم الكاسي وحتى يمدل قودين وأرد بالك يعون تدبو والله سيري قيمة مليدي هل كاكا إسكبر دادكونا وحي موضي يعني أنت طاعم الكاسي مدى دوح بحين وعني عكراها دي لو آخريو مكارم دا إسكبت ودي واد حيستا هو صبرين واد حيستا adoo mid wax bixinaya wax wiinayaba to xagga markii qofka aan gabayaga ahaydi oo ka eeg wareeg buu moodaya tanter markuu xasan wiilada sida ku yiri umar buu khataab buu xiray markaa god buu ku riday joojii wiirta muslimiinta dacayse ee adbalayda ku haysad hadii habeenad caayayso adigu muddu ku jiray de qofka afyaqaanka hadal umar buu khataab buu magabay karo ala ala oo dhibta haysata iyo caruurtii iyo xaaskii iyo deelkii halkay ka jiilay yihiin dhibta haysata ayuu hadana soo tiriyayo Umar nambarkaas uu siyaasi ku soo daayay marka bayd kelin yaani waa bayd marka ka tirsan qasiidada zabarqaan ninka saxaabiga uu ku caayay uu tiriyay da'il makarim la tarhal buqiyati aw wud fa innaka anta da'imul kasi wuqud iska fariiso fa innaka adu anta da'im al mad'um yaani kala qoodin maatay al kasi al maksuu yaani unti yar dad baa lagu siinayaa qiimo milyan halkaaga iska fadhi قال الرجل نبا لمنصور الحلاج منصور الحلاج وعقول او سني دردارا فقال وعر هي نفسك دردارا مدونيسا دردارا وان نفط اضون دردارا قاد ربت وان نفط هذا هي نفسك ان لم تشغلها هذان مشغول شغلتك وحي نبداد كوكو مشغولينيسا دي هوديد ايي كوكو مشغولينيسا نفط اضون كادكو منصور قال الرجل وحيري لمنصور الحلاج نين مقع الله إلى هذا مجره لكن وحا معروف والله يقان أيونا تشهد مر هذه حلاج للرعيي ونقل الحسين بن منصور الحلاج السوفي وحو الرعي الملحد الملحد كأها منصور نك الله إلى هذا الحلاج إنه له حسين بن منصور الحلاج الصوفي الصوفي جاها وحوي نني سقون قون بدن لحين مركور عبادة إسكب بالعبيو ده تربى أبو تصوف قا إسكب قلايو مركي دمنا مركا الاتحاد والحلول قلايو يعني إنه إلى هيبة مركا صادح قلاي بن آدمية أي مركا عقيدة سرقمي imam dhahabi ayaa tarjumo dheer wuxuu ugu sameeyay sir calaam in walaaga mujalladka 14aad ina akhridaan oo dib ugu noqoto way walaagsandi yaani xaashiye badan ugu tarjumeeyay wuxuu leeyahay tabaraa minhu sa'iru sufiya sufiya oo dhan waa kabri noqotay wal mashayikh wal ulama way kabri noqdeen lima satara min su'i sarilati wa muruqihi waxa arki doontay sir xumadiisan ka warami doono iyaga ka dhax bixida diinta ka dhax baxay ومنهم من نسوا إلى الحلول وحكم دعوا لماذا مدن اسمية الاتحاد والحلول إلى اللي مخارق مخلوق يسكن حجرانهم إلى هي خلق يسوعنا كلا صعنين ومنهم من نسبوا إلى الزندقة زنديق نما يقال لما غرس الشديد والشعوذة نسبية لأنه إلى لماذا وين يسوق شيء أيو شاكتي وانا علماء حل جاتشوكتي وحي يسكن راعين إنه كافر ملحدي هيو للدلوم waxaan la dilay taariikh hijrigu 909 markii ay ahayd al muqtadir billahi abul fadl jaafar bin mu'tad khalifgi abbasi ahay 18aad khulafada abbasiinta xilligeedii ayaa la dilay ayadoo lagu dilay markaa inuu mulhid kaafir yahay oo hadallada markaa ka soo baxay darteed ayaa markaa lagu dilay kufriyadka ahaa waana markaa de kooxdan oo markaa noocaasa ayaa jirto qarnada awliya ilaahay ay u qahaysaan hadallada ay leeyihiin tashaduhaad ay yihiin iyo waxaan markaa dadku fahmaynin laakiin culimadii sidaas ay markaa hadalladii sala wax farabadan
يا أشعارتيس يا قبيديس أيو ذهبي صوق هذا يسير على من ولا هل لو قلنا غضمرك يا مجلد كافرية طمناد درس كريه الكاين ووشو والله أعلم. فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.